بمشاركة نخبة واسعة من خبراء الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية ومراكز الفكر المصرية والأجنبية، انطلقت فعاليات مؤتمر صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري والذي ينظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية. ولجلسات المؤتمر اتخذت من تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي عنوانا، والتي تستهدف تقديم نظرة شاملة حول طبيعة وأبعاد تلك الصراعات الراهنة وبناء تصور لسبل المواجهة الجماعية المثلى لهذا الوضع الإقليمي المعقد. الحقيقة إنه المركز المصري الحقيقة اختار توقيت دقيق جدا ومهم جدا لعقد هذا المؤتمر. المؤتمر بيركز على منطقة القرن الإفريقي، هي منطقة مليئة بصراعات مختلفة، منها البعد الحدودي، منها البعد المائي، منها البعد الإسني، وكلها أبعاد متشابكة تأكيدا على إنها صراعات اجتماعية ممتدة، منها أبعاد تاريخية من فترات الاستعمار، ولحد النهاردة الأبعاد دي بتتشابك، والأهم إنها بتتماس بشكل مباشر مع الأمن القومي المصري بحكم الجغرافيا والتاريخ. يأتي لهذا المؤتمر في توقيت مهم جدا جدا في ظل ما تشهده هذه المنطقة من تحولات ومن تغيرات وتحديات متشابكة وعديدة، وبالتالي أهمية هذا المؤتمر تنمو من أنه بيربط ما بين الفكر الأكاديمي والبحثي الهام للغاية وبين أدوات السياسة الخارجية والدبلوماسية. تطرق المؤتمر إلى تأثير الصراعات وتطوراتها في القرن الإفريقي على الأمن المصري، حيث أكدت النخبة المشاركة أن مصر تنتهج أسلوبا سياسيا ودبلوماسيا مع تلك التحديات يتركز على ضرورة الحل السياسي والحفاظ على الأمن الإقليمي ثم التوجه نحو البنائي والتنمية. مسألة الأمن المائي هي مسألة حياة أو موت، هي قضية وجودية بامتياز، ويمكن مصر أوضحت يعني موقفها من هذا الأمر بالتمسك بكل مخصصاتها المائية، ودائما قدمت كل جهد ممكن، حتى الجهد الدبلوماسي والدعوة إلى التنمية المشاركة، ولكن الأطراف الأخرى هي التي دائما كانت تماطل وكانت تواجه تحديات وتهدد حتى حقيقة الأمن المائي المصري. احنا في الحقيقة أمام تحديات كبيرة جدا في هذه المنطقة، لأن كلها منطقة الثروات تقريبا، ومصر تبدو الجزيرة يعني الوحيدة المستقرة تدعم بالاستقرار في وسط هذا المحيط المضطرب. وإذا كنا بنفكر النهاردة في عالم اليوم في حلول حقيقية للمشاكل والتحديات، فنحن بحاجة للعمل بشكل ذاتي، يعني بمعنى ان الدول نفسها هي اللي تقوم باستعادة الامن والاستقرار، باستعادة وحدتها الوطنية، بتجاوز تحديات، بمنع الصراعات والحروب الاهلية. كما اكد المؤتمر على دور الازهر الشريف والكنيسة في احتواء الصراعات الطائفية ورأب الصدع واخماد الفتنة من خلال تجديد الخطاب الديني والتمسك بمبادئ السلام. في ظل التحديات والتوترات والصراعات التي يمر بها اقليم القرن الافريقي، ياتي هذا المؤتمر ليقدم قراءة شاملة حول طبيعة تلك الاحداث وكيفية مواجهتها بما يضمن حماية الأمن المصري. محمد الخطيب، التلفزيون المصري.